سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، إلى جولة جديدة في السوق من قناة الغد بالقاهرة، وفيها نتابع: تحويل آلاف السيارات بمصر للعمل بالغاز الطبيعي، ارتفاع الدين العام اللبناني لنحو 86 مليار دولار. في تفاصيل الجولة، تتبنى الحكومة المصرية مشروعاً لدعم وتحفيز تحويل السيارات للعمل بالغاز المضغوط بدلاً من الوقود التقليدي عبر خطة زمنية حددها مجلس الوزراء بثلاث سنوات، تبدأ أولى مراحلها الثلاث في سبتمبر المقبل، وتستهدف الحكومة من مشروعها التوسع في استعمال وقود أقل ضرراً بالبيئة، إلى جانب خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج في ظل الوفرة الحالية لدى مصر من الغاز الطبيعي بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه. تشجع مصر قائدي المركبات على تحويل سياراتهم لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، وذلك ضمن خطة تنفيذية بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة وتقديم حوافز متنوعة للمواطنين. الخطة المصرية تعمل على ثلاث مراحل، تبدأ اعتبارا من سبتمبر المقبل وتستمر حتى نهاية 2022 بتحويل 50,000 سيارة سنويا، إضافة إلى إنشاء محطات تخدم هذه السيارات. فرق الغاز عن البنزين تقريبا يتراوح في حدود 55% بالنسبة للدولة، فده هيرجع مردود يعني على الاقتصاد المصري، لأن احنا بنعاني من توافر العملة الصعبة في خلال 8 سنوات مضت. فاللي احنا بندور عليه دلوقتي ازاي ننزل بالتكلفة، ازاي ننزل بمعدلات استيراد المحروقات من الخارج. عندنا معدلات انبعاثات كربونية عالية جدا بالذات في القاهرة الكبرى. تسهل وزارة البترول المصرية عبر الشركات المتخصصة على مالك السيارات بإمكانية التحويل من البنزين إلى الغاز بدون مقدم وبدون فوائد وخلال 4 ساعات فقط. الاقتصاد يجب أن يستفيد من الثروة، ثروة الغاز الطبيعي التي توفرت الآن، ولا تزال الكشوف الجديدة تكشف عن مخزونات كبيرة بإذن الله. فده معناه ان انا اقدر اعتمد على استخدامات الغاز الطبيعي وانشرها سواء في قطاع النقل او في قطاع الاستخدام المنزلي. ووفقا للاحصاءات الرسميه لوزاره البترول، يقدر عدد السيارات التي حولت الوقود على مدار اكثر من 20 عاما ب 260,000 سياره، يبلغ متوسط استهلاكها سنويا 455 مليون متر مكعب، بواقع 2600 سياره شهريا. تسعى الحكومه بمبادره رئاسيه الى زياده المعدلات من اجل الحفاظ على البيئه. الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود على مدار الأعوام الماضية شجعت المواطنين على تحويل مركباتهم من البنزين إلى الغاز الطبيعي، فالوفر يزيد عن 100% وفي الأخير المركبة ستسير. كريم شيخ، الغد، القاهرة. ولمزيد من التعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية سابقا. مش مهندس، يعني الجدوى الاقتصادية أولا للتحول من استهلاك البنزين إلى الغاز الطبيعي بالنسبة للمواطن العادي؟ هو طبعا المتر المكعب من الغاز الطبيعي اللي هو قيمته طبقا للتسعيرة 3.60 جنيه بتعادل لتر البنزين. إذن هنا لتر البنزين في ظل الآلية السعرية اللي احنا بتطبق في مصر دلوقتي وصولا لإلغاء الدعم، النهاردة بنزين 80 ب6.75 جنيه، فتخيل هذا الفرق. أو إذا كنا هنقارنه بالبنزين 92 اللي 8.8 جنيه، طبعا الفرق واضح جدا، عائداته على المواطن المصري واضحة جدا. إذن مفروض المواطن المصري العادي اللي يملك سيارة سواء حسب طبيعتها ان هو يلجأ الى استخدام الغاز الطبيعي. المشكلة اللي هتواجهه ان هو هيكلف جزء عمليات التحويل. دلوقتي عملية التحويل تكلفتها بتتراوح ما بين 5000 جنيه الى 7500 جنيه ومقسطة. ولكن لو تعرف العائد، ممكن عائد الوفر من استخدام الغاز الطبيعي يحقق له قيمة التوصيل ده في اقل من يعني اقل من 6 اشهر حسب استهلاك، حسب معدلات الاستهلاك. نعم. فطبعا ممكن سيارات التاكسي العائد بتاعها يرجع لها في شهر ونص، شهرين اتنين. المواطن المصري العادي اللي هو حسب استهلاكه يعني ما بين 60 كيلو في اليوم او حاجه زي كده ترجع له في حوالي 4 اشهر. نعم. يعني اذا العائد مجزي جدا للمواطن المصري.
ربما يتساءل البعض هنا عن كفاءة السيارة عندما تتحول من البنزين إلى الغاز الطبيعي، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على هذه الكفاءة؟ بص، مقياس الكفاءة في العربيات البنزين هي رقم الأكتين، ودايما احنا نجد ايه في حتى في السوق المصري ان البنزين 95 اغلى من البنزين 92 اغلى من البنزين 80، والسبب فيها هو الرقم الاكتيني. الرقم الاكتيني بيعبر عن كفاءة الوقود في المحرك. اذا كل ما بتزداد كفاءة الموتور في المحرك، ها، كل ما بيزداد الرقم الاكتيني. يبقى بالتالي هنا الرقم الاقتيني هو المقياس في الحكم على كفاءة الوقود في المحرك. نعم. طب إذا كان الغاز الطبيعي الرقم الاقتيني بتاعه أكتر من 105، إذن هو أكثر كفاءة من الوقود. نعم. 95. أنا بقول نعم. كلام يعني أي واحد ممكن بمرجعية أي حاجة نعم. يرجع حتى الإنترنت أو حاجة ويشوف الكلام اللي إحنا بنقوله. فطبعا نعم. واضح إن الغاز الطبيعي كفاءته في المحرك أعلى من جميع أنواع الوقود اللي متاحة في مصر. طب وقت التموين للسيارة، يعني هذه ربما كلها أشياء يعني قائد المركبة سيفكر فيها. أولا عدد المحطات الكافية أو غير كافية للتموين بالغاز، والوقت الذي ستستغرقه السيارة ليتم تموينها. بص، تطوير شديد، تطوير مستمر وقائم في محطات في شركات تموين السيارات بالغاز الطبيعي. عدد المحطات بتزداد بشكل مكثف جدا، خصوصا في الفترة الأخيرة دي، وفي تعليمات طبعا مشددة بعد الرئيس لما أعلن يعني ان هو يعني بيحس كل قيادات الدولة بتشجيع عملية تحويل السيارات بالغاز الطبيعي، وطبعا توفير المواقع وتوفير عدد المحطات وتوفير. أنا شايف إن في خطة كبيرة جدا دلوقتي بتتم في التوسع في انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وواضح قوي إن احنا يعني الخطة واضحة، وأعلنت جميع شركات الغاز خطتها في إنشاء محطات تموين الغاز ومحطات التحويل ومراكز التحويل. هنا يأتي السؤال عن يعني إلى أي مدى بدأت الحكومة بنفسها في تحويل سياراتها من البنزين والكيروسين مثلا الى الغاز الطبيعي. والله لو نتذكر يعني كان مثلا قطاع البترول لما بدا، اول ما بدا تموين السيارات بالغاز الطبيعي، فكان عشان يشجع جميع الوزارات والجهات المعنيه والمواطنين وخلافه، فهو حول جميع سيارات الغاز، جميع سيارات وزاره البترول والشركات التابعه ليها للعمل بالغاز الطبيعي. وكانت دي الفكره، هي يعني زي ما تقول اذا كان رب البيت بتضف ضريبا، فطبعا ايه لازم هو اول واحد يستخدم. فكان ونجحت جدا في قطاع البترول. والغاز الطبيعي بس كل اللي هو عايزه عشان يديه كفاءه اعلى لازم تكون عربيات حديثه، او العربيات مش لازم تكون حديثه الموديل، لكن حديثه اللي هي السيارات التي تعمل بالرشاشات الانجكشن. العربيات دي طبعا متاحه منذ زمن كبير جدا، لان يعني قليل جدا العربيات حاليا اللي ماشيه بالكاربوريتير، ودي عربيات عددها قليل جدا، لكن برضو كفاءتها ما زال برضو بيتم تحويلها. هنا بس نقطة مهمة جدا، ان شركات الغاز الطبيعي ما بتحولش اي عربية الا اذا كانت كفاءتها تسمح للتحويل. ليه؟ لان مش معقول واحد يجيب عربية تكون مستهلكة للاخر، وعربية يعني زي ما بنقول، وبعدين يجي يحولها للغاز الطبيعي ويقول الغاز الطبيعي فاشل. لا، ده هو انت فاشل بالبنزين وانت عايز ترجع للغاز الطبيعي. فلازم كفاءة المحرك كمان تكون مناسبة جدا لعملية التحويل، وطبعا بيتم التحويل عند كفاءة محرك مش اقل من 70%. نعم. طيب هنا سؤال مزدوج، يعني كيف تقيم اقبال المواطن المصري على التوجه الى الغاز الطبيعي مع خطة الدولة، ويعني اتباعه لهذه الخطة، وفي أن آخر تقديرك وتقويمك للمحفزات التي تقدمها الدولة للمواطن ليتوجه إلى هذا التوجه؟ طبعا التحفيز بقى موجود عند المواطن نفسه، لأنه مش معقول هو يعني هو يعاني من التكلفة. إذا كنت أنت بتعاني من التكلفة وعندك البديل والبديل أحسن، فأنت طبعا بطبيعة المواطن المصري هيلجأ إلى الغاز الطبيعي. والدليل على كده، على نجاح الغاز الطبيعي، إن جميع سيارات التاكسي تقريبا نقول يعني أكثر من 95% من سيارات التاكسي العاملة في مصر بتسير بالغاز الطبيعي. وده معناها إيه؟ نجاح الغاز الطبيعي في التطبيق، لأن سائق التاكسي وهو أكل عيشه مش ممكن هيستخدم وقود يسبب له مشاكل. إذا الغاز الطبيعي ناجح ناجح ناجح. الدولة بقى بتقدم له إيه؟ هي بتقدم له عملية التحويل على مدار أكتر مما هو يحققه لو هو بيستخدم الغاز البنزين. إذن هنا الدولة بتدي له محفزات كبيرة جدا للتحويل.
وبعدين في كمان ده في نوعيات، يعني دلوقتي في اكثر من نوع من عمليات التحويل بتكلفه اعلى. يعني لو عايز انت اكثر كفاءه، لو عايز كفاءه اعلى من الكفاءه اللي انت عايزها وتديك خدمات اخرى، نعم، او تديك يعني مثلا مميزات اخرى في عمليات الاستخدام، طبعا بالتكلفه بتزيد. فلو عايز التكلفه اتفضل، يعني كل حاجه موجوده. نعم، كل حاجه موجوده. هنا سؤال اخير، الطاقه الجديده والمتجدده افضل كما يعني انتهجتها عدد من الدول بالسيارات الهايبريد مثلا التي تمزج بين البنزين والكهرباء، أم التوجه إلى التحول إلى الغاز الطبيعي؟ بص، إحنا ثروتنا زي الغاز ما الطبيعي. الغاز الطبيعي. إذن إحنا أهم حاجة عندنا نستخدمها ونتوسع في استخداماتها فيما يعود بالعائد على الدولة. إحنا بنستورد بنزين، بنستورد سولار. إذن أولا نوجه الغاز الطبيعي إحلالا لده عشان نمنع الاستيراد. نعم. توجه اقتصادي سليم. إذا كنا بلدنا عايزة تنمو، إذن لازم نتخذ الخطوات اللي ونقلل اعتمادنا على عملة صعبة نوفرها للخارج. إذن احنا لازم نعمل عملية اكتفاء ذاتي من ثروتنا المملوكة لينا، وده موجود في مصر. إذن أول حاجة إحلال لما يتم استيراده من الخارج، وكمان نزود إنتاجنا فيه ونزود استهلاكنا منه عشان يبقى عندنا قدرة كمان على تصدير إنتاجنا للخارج، ويجينا عائدات دولارية من الخارج. توجه طبيعي جدا من الدولة، توجه حميد طبعا محدش يقدر ينكره، والعائد على المواطن كويس جيد والعائد على الدولة كويس. شكرا، شكرا جزيلا مهندس مدحت يوسف النائب السابق لرئيس هيئة البترول المصرية، شكرا جزيلا. أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن إجمالي الدين العام للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري سجل ارتفاعا سنويا بمقدار 5% ليصل إلى 85 مليارا و800 مليون دولار. وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى زيادة الدين بالعملات الأجنبية والعملة المحلية، مشيرة إلى أن إجمالي الدين بالعملة المحلية ارتفع بنسبة 2.69% على أساس سنوي ليصل إلى 52 مليارا ونصف المليار دولار، وهو ما يمثل 61.24% من إجمالي الدين العام. إلى ذلك قال وزير المالية اللبنانية علي حسن خليل اليوم إن الدولة المثقلة بالديون تحتاج إلى خطة لإدارة دينها العام وخدمة الدين. وأوضح خليل أن الأمر يتطلب حوارا يشمل الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية. وأبلغ خليل مجلس النواب أن من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 151% في 2019، مشيرا إلى أن هناك خطة مطلوبة لإدارة الدين العام وخدمته تؤمن الفرصة لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمته. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من بيروت المحلل الاقتصادي أحمد سفر. سيد أحمد، يعني ما هي الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الدين العام اللبناني بشقيه الداخلي والخارجي إلى هذه الدرجة؟ في واقع الحال من تأخر إقرار الموازنة العامة لهذا العام حتى يعني لم يبقى من هذه السنة سوى 5 أشهر، وبالتالي لم تقر الموازنة، ما جعل الحكومة تلجأ إلى الإنفاق على مستوى القاعدة الاثني عشرية في لبنان، أي على موازنة 2018. السبب الذي لم يكن للموازنة هذه السنة التي لم تقر بعد أي مفاهيم إصلاحية من ناحية ضبط الإنفاق، لذلك أن استمرار الإنفاق على ما هو حاصل في السنة الماضية أدى إلى استمرار تفاعل الدين العام وبالتالي زيادة حجمه عما كان في السنة الماضية، وبالتالي أن زيادة هذا الدين العام بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي جعل من ارتفاع النقطة من 150 في السنة الماضية إلى 151 إلى ما انقضى من هذا العام، أي من قرابة 7 أشهر. نعم. لذلك إن استمرار الاستدانة هو كان يعني نمطا مألوفا في ميزانية السنة الماضية، وبالتالي استمر حوالي 6 أشهر في السنة الحالية. لذا إن زيادة منسوب الدين العام بقطبي الداخلي والخارجي ناتج عن استمرار هذه الإجراءات التي لم تطلع بعد البنود الإصلاحية، نعم، في موازنة السنة الجارية التي ينتظر أن تقر مساء هذا اليوم.
هنا يبرز السؤال سيد أحمد عن معامل الأمان في الدين العام اللبناني بشقيه الداخلي والخارجي، وإلى أي مدى تخطى الدين هذا المعامل؟ يعني فعلا أن الدين العام في لبنان بحجمه الكبير نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي شكل عبئا كبيرا على المالية العامة في لبنان جراء خدمته المتواصلة قرابة أكثر من 20 عاما. لذلك تفكر وزارة المالية اليوم كما ورد على لسان وزير المالية بإنشاء إدارة مستقلة لخدمة الدين العام بطرق سليمة، أي نحن بحاجة إلى إدارة سليمة للدين العام، وبالتالي يجب أن تنشأ إدارة مستقلة بخدمته وليس أن يكون كما في السابق على عاتق الإدارات المعنية في وزارة المالية. هذا الإجراء المقترح هو يأتي نتيجة لتفاقم حجم الدين العام وضغطه الكبير على الميزانية العامة، بحيث أن خدمته تستحوذ على حوالي 38% من الدخل اللبناني العام، فهذا يشكل يعني علامة فارقة وضاغطة على الاقتصاد اللبناني وعلى سعر النقد. نعم. لذلك أن هذا الاقتراح برسم التنفيذ لمحاولة التخفيف من وطأة هذا الدين إذا ما توفرت له إدارة كفوءة ومستقلة وذات صلاحيات واسعة. شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي أحمد سفر، كنت معنا هاتفيا من العاصمة اللبنانية بيروت. وهذه جولتنا في السوق ما زالت معكم من القاهرة متواصلة، وفيها نتابع بعد الفاصل. 79 مليون دينار مساهمة الشركات الصغيرة في الاقتصاد الأردني. أهلا بكم مجددا في السوق. تمتاز مدينة العقبة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب صغر حجمها وقلة عدد الوظائف المتاحة بها، وقد دفع ذلك شباب وفتيات المدينة إلى التفكير بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تلقي الدعم من المؤسسات المختلفة في سبيل الحد من ارتفاع نسب البطالة. دعاء شابة أردنية اتخذت قرارها بإنشاء مشروع صغير خاص بها وبوالدتها في المنزل، حيث بدأت بصناعة الحلوى الأشهر في مدينة العقبة جنوب الأردن، وهي حلوى الحوح التي تتقنها والدتها، فبدأت بالعمل معها في صناعة الحلوى وبيعها للتجار والسيدات، وتطور مشروعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فباتت تعد الطلبات يومياً. الأول كنا إحنا بالبيت نعمل عقدنا هيك شوي صغيرة، وبعدين صاروا الجيران يطلبوها شوي، بعدين صاروا العيلة عنا يعني قاربنا يطلبوا منا. بالآخر فأنا اتفقت أنا والوالدة إنه أنا أسوي صفحة على الفيس وأبلش أنزل عليها منشورات، فصرت أنزل على المجموعات، على مجموعات العقبة، على مجموعات المحافظات جميعا، إنه الحوح العقباوي للتواصل للطلب رقم أم عيد ورقم تليفون الوالدة، فصار شوي عن شوي يطلبوا، كل مرة يزيد العدد يزيد المجموعات، يعني في رمضان صارت أكثر تيجيني طلبيات فانشهرت عليها. وهكذا تنشط بعض السيدات والشباب في مدينة العقبة في إنشاء المشاريع الصغيرة الخاصة بهم من أجل إيجاد فرص عمل لهم بعيدا عن ثقافة الوظيفة والتي باتت تشكل عبئا على عاتق الحكومة في ظل ارتفاع نسبة البطالة. يوجد برنامج موجود أصلا لدى البنك المركزي من خلال البنوك الأردنية للراغبين في هذه المشاريع، وطبعا كلفة التمويل منخفضة خصوصا للمحافظات، تكون دون معدلات الأسعار الفائدة المرتفعة في السوق المحلي حاليا بنسب جيدة. طبعا يجب أن تكون هنالك دراسة جدوى وموافقة من البنك. يوجد بعض الإشكاليات والتحديات في هذا تمويلها، لكن بلا أدنى شك هي إحدى أهم الأدوات وخصوصا لدى فئة الشباب. هذا وتستحوذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اهتمام شريحة واسعة من المجتمع الأردني، وتعد رافعة اقتصادية مهمة في ظل التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، حيث تبلغ نسبة مساهمتها في الاقتصاد 79 مليون دينار وبحجم عمالة بلغ 11 مليون عامل. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل الاقتصادي مازن أرشيد. سيد مازن، كيف تنظر إلى واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن بالنظر إلى مساهمتها في حجم الاقتصاد القومي؟
يعني هذه حل أيضا من الحلول لمساعدة تقليل البطالة. البطالة في الأردن وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بنهاية الشهر الماضي وصلت حوالي 19%. مثل هذه البرامج الحقيقة لدعم المشاريع الصغيرة، احنا بنعرف المشاريع الصغيرة في الأردن بتشكل حوالي 97%، أنا بتكلم عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من إجمالي المشاريع بشكل عام في الأردن، وأيضا تساهم بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أنا بعتقد أن نسبة جيدة ومرتفعة في المنطقة. وبالتالي من المهم يعني تدعيم هذه الفئة من الشباب، مساعدتهم في فتح مشاريع خاصة بهم بدلا من الاعتماد على الوظيفة مثل ما ذكرت في التقرير قبل قليل. خصوصا الأردن أيضا لديه نسبة عالية جدا في العالم، نتكلم عن حوالي 39% نسبة التوظيف في القطاع العام الحكومي، وبالتالي من المهم أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والعام من أجل تقليل البطالة بطبيعة الحال. طيب كيف تنظر إلى حجم هذا الدعم القائم حاليا من الدولة لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإلى أي مدى يمكنها من المنافسة مع الكيانات الكبيرة؟ يعني هنالك برنامج يعني تمويلي لدعم هذه المشاريع خصوصا في محافظة العقبة، بنتكلم احنا حوالي 1,250,000,000 دينار، طبعا يتم تقديمها من قبل البنوك العاملة في الأردن، حوالي 25 بنك كمان كان حاضر في هذا المنتدى في العقبة قبل عدة أيام. طبعا بتشكل حوالي 5% من مجمل التسهيلات الموجودة في البنوك، حوالي 22 مليار، وبالتالي 5% لا تشكل خطورة على متانة وسلامة البنوك في الأردن. طبعا هذه النسبة أنا أشوفها 1,200,000,000 دينار نسبة جيدة تساعد الشباب في إقامة مشاريع تخصص بحد أقصى للمستثمر أو الشاب أو صاحب المشروع الريادي، حوالي 4,000,000 دينار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة وقطاع النقل، وبالإضافة إلى 2,000,000 دينار في قطاعات أخرى بما فيها القطاع السياحي. بشوف أيضا نسبة معقولة تساعد على إقامة مشاريع صغيرة نوعا ما ومتوسطة بدلا من الاعتماد مثل ما ذكرنا على القطاع العام في تقديم هذه الخدمات. أشكرك شكرا جزيلا المحلل صديقي مازن أرشيد، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان. إذن عمان كانت محطتنا الأخيرة في جولتنا اليوم في السوق، وإلى العناوين: تحويل آلاف السيارات بمصر للعمل بالغاز الطبيعي، ارتفاع الدين العام اللبناني لنحو 86 مليار دولار. انتهت جولتنا في السوق لهذا اليوم، إلى اللقاء.